الشيخ فهد السليم، خريج معهد رسم الطير. هتكلم عن الفن القبطي. هو الفن القبطي يعني الدكتور إيزاك سلمه لنا متوارث من الفن المصري القديم، يعني في سمات من الفن المصري القديم، زي مثلا بنكانتر، زي مثلا طريقه تفتيح الوشوش دي، زي طريقه الدكتريهات الفيوم. مثلا العين بتبقى لوزيه، بترمز للبصيره، البق الصغير بيرمز ان القديسه ما بيتكلمش كتير. السيده العذراء مثلا بنميزها انها في اربع ثلاث نجوم اثناء وقبل وبعد واثناء الولاده، انها في البتول عذراء. الازرق ان هي السماء الثانيه، وفي نجوم صغيره كده انها السماء الثانيه السيده العذراء. السيد المسيح يعني في اغلب الاحوال بنلبسه احمر لانه رمز الفداء وحربي احمر زي ما مذكور. وجلست الملك على يمين الملك، فتلاقي على طول ملك على يمين ملك، ما فيش العكس زي الايطالي مثلا او البيزنطي. فأيقونة الهروب بالذات بنحاول نميزها بالاهرامات، بطائر اللوتس، ده مكان مشهور في مصر. وانا استعدت المتحف ده بايقونات مختلفه، ابتديت مثلا بشاره الميلاد، العيال المقدسه وهي راكبه المركب على النيل وهي بتعدي النيل، عشان طبعا كانت بتعدي وترجع، والعيال المقدسه على الحمار، والعيال المقدسه مستريحه في شجره عند شجره مريم وعند البير. يعني في الايقونه دي بالذات انا حبيت الجامع، البير مع شجره، مع شجره مريم، مع زهره اللوتس، مع الاهرامات. وده بيديها الطبع المصري، يعني الحاجات دي مش موجوده الا في مصر بس، يعني زهره اللوتس والطائر ده مش موجود الا في مصر. تمام. الالوان، كلمنا عن الالوان في اللوحه. هو كل لون بيرمز لحاجه، يعني مثلا الازرق بتبقى السنه الثانيه، الاحمر رمز الفداء، الابيض بيبقى رمز النقاء والنقاء، الطهاره والنقاء، البني بيبقى رمز التراب، ان اصل القديس من التراب. مثلا الموف ان هو ده لون ملكي، ما كانش زمان بيلبسوا الا غير الملوك. الاخضر طبعا يا اما الشجر، يا اما لو هنلبسه لحد هنلبسه لحد شرير، مش يهوذا مثلا او لحد. الوش تقريبا بيبقى فيس، لو هنرسمه تروكار يبقى هو ده برضه شخص شرير، اللي هو يهوذا او الجندي اللي كان عند السيد المسيح اثناء الصلاه، وغالبا بيلبس اخضر. ده رمز لل في الصف في اعمال في الانجيل ذكر ان الفارس اخضر اللي هو رمز الموت في سفر الرؤيا. ايوه تمام. وطبعا الذهب بيرمز للنقاء والطهاره. اوكي. وطبعا سيف المسيح بنميزه بان في صليب. في صليب هتلاقي الصليب موجود في الهاله بتاعته. زي ما الاستاذه قالت ان احنا بنرسم يوسف النجار تحت، والعذراء وسيف المسيح على الحمار، ويوسف النجار قدامهم معاه العصايه بتاعته، ان هو بيقود المسيره بتاعت الرحله المقدسه في ارض مصر. دي وهم جايين، لكن ساعات بنرسمه لما كبر سبع ثلاث سنين، بيبقى عنده ثلاث سنين في رحله الرجوع من ارض مصر